رواد الأعمال. اليوم الحلقة تستضيف دكتور رائد أعمال من الناس اللي بدأنا في كنار. أول ما بدأنا وجدنا إنه شيء جميل إنه يزين حلقاتنا الأولى في كنار. فكانت في البدايات لنا معه لقاءات وكان لنا معه حكايات، تعرفنا على ما يقوم به، عرفنا الجمهور على ما يقوم به، والحقيقة اكتشفنا أشياء مذهلة. أهلا وسهلا دكتور محمود. سلامات، تحياتي، هلا بيك وبالمتابعين والمشاهدين. دكتور محمود طبعا حتتعرفوا على الأعمال اللي بقوم فيها والأفكار اللي أبدعها والعلاقات المختلفة ما بين مكونات مختلفة في خلينا نسميها العناية بالجسم بكل ألوانها، والحقيقة في أشياء كثيرة مبهرة. فخلينا في البداية نتعرف على الدكتور محمود وخلفياته العلمية. دكتور محمود لو تعرفنا وتعرف المشاهدين. أنا من مواليد بلدة عنبتة في الضفة الغربية، قضاء طول كرم، وفي فترة الانتفاضة الأولى 1987 ل 1990 كانت مرحلة إنه نوعى على هالدنيا هذه، وخرجنا من فلسطين، كان عمري 17 سنة، من بلدة عنبتة اتوجهت للدراسة لبولندا. طبعا هذا السفر كان إبعاد رسمي من اليهود إنه أطلع بدون رجعة. فقراري إنه أدرس العلاج الطبيعي والتأهيل كان في الفيزيوثيرابي في جامعة كلية العلاج الطبيعي في بولندا، بحيث إني كنت في فترة الانتفاضة مصاب انتفاضة ومع جرح الانتفاضة وشايف هالمعاناة وكديش الناس بيعانوا بعد الإصابات، فقررت خلينا نطلع ندرس إشي معين يفيدنا إحنا وعالجنا ويفيد الناس اللي أقدر أرجع على فلسطين ونكمل اللي ناقص من مواد التأهيل وتخصصات التأهيل. وبالفعل أنهيت البكالوريوس في العلاج الطبيعي، كملت في الماجستير عن اللياقة البدنية والعلاج الطبيعي والتمارين، بعدين كملت دكتوراه عن آلام الظهر ومن كلية الطب في مدينة بوزنان البولندية اللي هي بعيدة عن برلين تقريبا 100 كيلو، وأنهيت دراستي مباشرة في تخصص العلاج الطبيعي دكتوراه، ونزلت على الضفة الغربية على فلسطين، درست كمدرس assistant professor في عدة جامعات ومؤسس لمراكز المهن الطبية اللي هي بتشمل الفيزيوثيرابي والمساج، الكايروبراكتر، الأكوبانكتشر، المهن الطبية المساندة كمان. فكان عملي كمدرس وعملي كمان كأخصائي أفتح مراكز في هالجمعيات الخيرية في هالمستشفيات الكبيرة اللي نقدر ندرب كادر يتابعوا العلاج والتأهيل، لأنه فلسطين بحاجة كتير لهيك تخصصات، وكمان نخرج طلاب من عدة جامعات، من أهمها الجامعة العربية الأمريكية درست فيها 5 سنين، الجامعة القدس أبو ديس، أسست القسم كامل كلية المهن الطبية بمساعدة الزملاء أعزاء علينا الدكتور عبد الحميد الزير، وقبل 17 سنة طبعا أو 16 سنة قررت أطلع أكمل تحصيل العلمي وأكمل التحصيل المهني، لأني حسيت إنه في شغلات كتير ممكن الواحد لسه يتعلمها اللي يساعد الناس في العلاج الطبيعي طرق تانية. فكانت وجهتنا كندا طبعا، وفي كندا حاولت أجمع بين العمل كفتح للمراكز الطبية والمراكز اللياقة البدنية والحمامات التركية، واجمع بين اني اكمل الدراسة باخذ شهادات تانية او دورات تانية في مجالات الناتوروباث والاسيوباث
والعلاج بالطرق الصينية، بالضغوطات المعينة، بالأعشاب وخلط الأعشاب وعمل الزيوت. الهدف طبعا دائما إني أوجد كل الأساليب المتاحة عالميا والمثبتة علميا طبعا، وأدخلها في الخطة العلاجية اللي لازم تكون عليها لأي واحد بحب يتعالج من كل هالأمراض هذه بشكل سهل. فبسطنا الأمور، أمور هذه اللي بنحكي عنها بالنسبة للفيزيوثيرابي والمساج وصناعة الزيوت وعمل الزيوت ووضعها على الجسم وكيف نعالج حالنا من حالنا وكيف نعمل التمارين، لأنه يكون الموضوع نقدر نعلم الناس في البيت يسووا هاي الأمور، وهو علاج بيتي هذا اللي أنا تمنيته من البداية، مجاني، أي واحد ممكن يشوف الفيديوهات يتعلم الحركات هذه والأساليب العلاجية اللي هي ما بتضر أي حدا وكلها بشكل مثبت وبتساعد وساعدت ناس كتير كتير. فهاي هي الفكرة من وراء كل هالعمليات هذه اللي بنسويها، وبنحاول ندخل كتير من الأساليب العلاجية بحيث نعطي أكثر شيء ممكن من التحسن عند المرضى. صراحة دكتور، احنا بدنا نفرج الناس كمان شوي، او نحكي للناس كمان شوي عن الاجزاء اللي يتكون منها المركز اللي انت انشأته. في البداية، متى تم انشاء المركز هذا؟ المركز هذا أنا بنشئ فيه من بداية دراستي. يعني بنعرف احنا، انا طلعت من منطقة جبلية، منطقة طول كرم، عنبتة، في منطقة اسمها راشين، هاي المنطقة بعشقها، مليئة في الأعشاب الطبيعية، الشومر، الزعتر، الزعتر البري، كل الأعشاب العطرية، وهي مقابلة للبحر. فلما رحت على بولندا من الدول المتطورة في هذه المجالات اللي بتجمع بين العلاجي والترفيهي بس بهدف علاجي، يعني المساج والعلاج بالمياه والمياه المعدنية والساونا والبخار والتمارين في المية ووضع الطينة أو الغمر في الطينة، هاي كلها أساليب أوروبا طبعا على مستوى كبير فيها، وخصوصا في المرتجعات المشهورة على الحدود الأوروبية الألمانية، كلها منتجعات جبلية لعلاج كل الحالات المستعصية اللي ما في إلها علاج تقليدي. هذا هو مجال اختصاصنا تقريبا. نعم. طيب دكتور، الآن أنت شفنا لك فيديوهات فعليا بتعلم الناس، مش بس أنت بتعطيهم العلاج، أنت بتعلمهم كيف يعالجوا أنفسهم، بتعلمهم كيف يتعاملوا مع أنفسهم، بتعلمهم كيف يتعاملوا مع جسمهم. ما بتخاف إنه يكون هذا في خطورة لسوء تصرف من الناس وهم بيتفرجوا عليك، ما يمسكوش جسمهم بالطريقة الصحيحة، ما يتعاملوش معه بالطريقة الصحيحة اللي أنت بتعمل فيها؟ لا مستحيل، وبس لسبب ان يعني انا اكثر شغلتين بعشقها في هالحياة هذه وهي رسالتي، اول شيء التدريس، التعليم اللي هو من 30 سنة وانا بدرس في اعطاء المعلومة، ومش بس اعطاء المعلومة النظرية، يعني التدريس تاعنا احنا وخصوصا التعاون العلاج الطبيعي تدريس عملي، يعني التدريس مع التجربة العملية مع الحالات هذه بنفس الوقت، جمع النظري بالعملي. وفي هاي الحالة الأمور أفضل بكتير بتكون إنك تقدر توصل المعلومة، تفرج المعلومة. يعني شو المشكلة إذا الطالب واقف قدامي وبعلم فيه حركات المساج أو حركات التمارين، ولا الواحد واقف قدامي على أونلاين بتفرج وبسوي بتفرج وبسوي، والناس دايما بتحكموا في كل التمارين هاي وفي الأعراض. يعني دايما ينبه على وين تا يوقفه، يعمل 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 لحد هون بوقف، إذا الأعراض نزلت لإيدي بوقف، إذا طلعت بكمل. يعني بتعطيهم الخطة العلاجية الكاملة
وانت شو يتوقعوا وانت يوقفوا وانت يكملوا، وبعد يومين ثلاث من عمل الامور هاي شو ممكن يتوقعوا، وانت موضوع الشفاء كله بالتفصيل باخذوه بشكل سلس وسهل للتنفيذ.